بس بالبسيط كده. مواصفات فتى الاحلام في ثلاث حاجات اربع حاجات، حاجه بسيطه عايزين نعرف كده يعني. انا مؤمنه انه الموضوع ده قسمه ونصيب طبعا اكيد يعني، بس اكيد يعني حابه يكون راجل بمعنى الكلمه، يكون شخصيته قويه يعني، يكون عنده شخصيه ويكون حنين ويكون خدتي بالك من حنين؟ ايوه وايه تاني؟ عشان انا حنينه جدا. طيب بما ان انت فتحت الكلام على فتى الاحلام، طلعت اشاعات كتير على ارتباطك بالفنان اللي احنا بنحييه عبد الفتاح الجريني. طبعا بوجه له تحيه صديق طبعا عزيز جدا. ايوه لما طلعت الاشاعات دي انت ما قررتيش ان انت تنفيها ولا قررتي يعني طلعتي بالصحافه قلتي لا احنا اصدقاء في اكتر من لقاء؟ بلا انا قلت والناس برضه مصممه ان هم شايفين انكم دايما مع بعض، مصممين يجوزونا يعني يجوزوكم عارفه. يعني الحقيقه ان هي بس صداقه؟ هي صداقه اخوه. بصي انا قلت لك مؤمنه بموضوع القسمه والنصيب. يعني ممكن يكون صديق ليكي قريب جدا وتصير حاجة وممكن يكون في حاجة وآخر حاجة يصير صديق. فأنا مش مركزة في الموضوع ده خالص. بالعكس هو يمكن الناس خدوا الحتة دي عشان احنا في شركة واحدة وغنينا مع بعض زي ما قلتي كذا وعملنا أغنية. كذا أغنية مع بعض، وحتى يعني في لما بنطلع في السوشيال ميديا وكده يعني صديق قريب يعني قريب مني، لأنه تقريبا لقينا نفسنا نفس التفكير، بنحب نفس الاغاني، بنحب حاجات كتير، فمش ضروري يعني يتحول لازم يبقى حب. ايه هو في حب لكل الناس. الراجل الشرقي عنده عادات يعني هتلاقيه في مصر في المغرب في كل حته في الوطن العربي. الراجل الشرقي بيبقى راجل شرقي سبحان الله، عندهم حاجات كتير يعني نفس الموال. ايوه والست الشرقيه كمان. بس في يعني في ناس يعني شباب مصريين متجوزين مغربيات وفي مغربيات متجوزين شباب مصريين، مش لازم متجوزين يعني. كمان من مش قاعدة. من الامارات ومن الخليج كله يعني. انت بتشجعي الفكره؟ انا بشجع الفكره لما يبقى راجل كويس. لما يبقى راجل كويس اي حته في الدنيا يعني. بص هو الحب بيلغي كل المواضيع دي. لو بيحبوا بعض ربنا جوزهم في السماء قبل طب لا هو السؤال بقى يتسال بشكل تاني. أيوة. هي الست المغربيه بتعرف تجيب حقها طبعا ولا اكيد ضعيفه ولا أكيد. حزينه؟ اكيد الست من طبيعتها يعني بتحب الراجل الخشن، الراجل اللي عنده مسؤوليه تجاه عيلته، تجاه يعني اهله، تجاه كل حاجه. رجعينا تاني خطوه، الست المغربيه معروفه ان هي بتدلع جوزها وان هي شخصيتها قويه وان هي ست كمان جذابه جدا. يعني لما تلاقي مثلا واحد بيحب واحده قوي وتعرفي جنسيتها تقول لك مغربيه، يبقى ماشياه على عجين ما يلخبطوش. يعني مش هيخونها، ما بتقبلش ان هي تبقى زوجه ثانيه، في حاجات كتير قوي. والله انا ما بشوفش الموضوع من الناحيه دي، يعني بشوف الست تتربوا على ايه؟ طيب يعني في البيت المغربي بيربوا في البيت المغربي على إيه؟ يعني الست المغربيه لما بتتجوز بيبقى اهتمامها كله جوزها واولادها والاسره، مش الشغل والاستقلال. لا حتى الشغل يعني دلوقتي لا بقى حتى الشغل يعني حتى الشغل اصلا الراجل بقى يحب الست اللي هي بتشتغل.